بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات التعليم الدخولي للصف الثاني، النهاردة بنتكلم مع بعض إزاي بنعمل واجهة تطبيق برنامج ونستخدم الهايبر لينك، وإزاي نربط الأزرار بواجهات البرنامج عن طريق الهايبر لينك في برنامج مايكروسوفت إكسل. وإحنا بنتكلم أول حاجة عايزين نعرفها إزاي نخش على برنامج الإكسل. عشان نخش على برنامج الإكسل في طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا ممكن أخش من قائمة ستارت، مجرد ما بعمل عليها كليك بيطلع لي واجهة الويندوز 8.1، بدوس على السهم بيطلع لي جزء اسمه جزء الابس اللي هو التطبيقات، ادور فيه على اكسل هلاقي برنامج اكسل اللي هو موجود، مجرد ما بعمل عليه كليك بيفتح لي برنامج الاكسل. دي الطريقة الأولى ازاي نخش على برنامج الاكسل من ويندوز 8.1. ده بالنسبة لي أول طريقة. نيجي بعد كده، ممكن بلاش الطريقة دي، ممكن نخش من قائمة ستارت للطريقة التانية ونعمل كليك يمين، هتطلع لي قائمة مختصرة، هدوس فيها على كلمة سيرش واروح في السيرش كلمة اكسل اولها اي اكس، ولما بعمل اي اكس بيطلع لي كل الابس التطبيقات اللي فيها اي اكس او بتبدأ بي اكس او فيها حروف اي اكس، من ضمنهم الاكسل. مجرد ما بدوس عليه بيفتح معايا برنامج الاكسل. دي الطريقتين اللي بفتح بيهم برنامج الاكسل. بعد ما افتح برنامج الاكسل تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل واجهه تطبيق. وانا بعمل واجهه تطبيق بخش طبعا على بلانك ورك بوك، يعني صفحه فاضيه للعمل نشتغل عليها، بعمل عليها دبل كليك بتفتح معايا الصفحه. طبعا احنا خدنا قبل كده ازاي نحول من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. هنا بلاقي الاي والبي والسي بادي عندي من الجنب الشمال، لو انا عايز اخليها للجنب اليمين بروح على التبويبات اللي فيها بيج لاي اوت وادوس عليها، وورا ما بدوس عليها بتفتح لي كل ما يخص اللاي اوت، يعني كل ما يخص ايه النموذج. بلاقي فيه سهم مكتوب عليه شيت رايت تو ليفت، يعني احول من الشمال لليمين، ده الشيت بطريقه بتاعتي. لو دوست عليه هلاقي الايه بدل ما جت على الشمال اهي بقت على اليمين اهي، يبقى دي اول حاجه بعملها اهي، بحول الشيت ايه من الجنب الشمال للجنب اليمين. وابدا بقى في اوفيس عندي اكسل، اول ما بيفتح بلاقي عندي تحت اهو، بلاقي في عندي 3 صفحات، وفي اول ما بيفتح الاوفيس بتاع الاكسل بلاقي في عندي صفحه واحده. في 2016 الاوفيس بتاعي بيطلع عندي صفحه واحده بس. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل واجهه تطبيق برنامج اكتب فيها اسم الشركه واتكلم فيها عن ايه، عن 5 حاجات. اتكلم فيها من صفحه رئيسيه، واتكلم فيها عن موردين وعن عملاء وعن مندوبي مبيعات وعن اصناف. يبقى انا محتاج يكون عندي 5 شيتات، واحده للصفحه الرئيسيه، واحده للموردين، واحده للعملاء، واحده لمندوب المبيعات، واحده للاصناف. طب انا عندي هنا صفحه واحده، يبقى فاضل لي 4. طب لو انا فتحت الاكسل بتاعي ولقيت عندي 3، يبقى فاضل لي 2. نضيف، اضيف ازاي؟ في جنبها اشاره زائد اهي، ولما بدوس على الزائد ضاف لي شيت تاني اهو. وطبعا عشان ده شيت جديد فدايما بيبدا من الشمال، تعالوا نضيف ونحولهم بعد كده كلهم ليمين. كده بقى عندي شيت 1 وشيت 2، بعد كده هعمل شيت 3، بعد كده هيفتح شيت 4، بعد كده هيفتح شيت 5. عايز احولهم كلهم بقى من الشمال لليمين. شيت 1 لو دوست عليه هلاقيه جالي يمين اهو، عشان انا من الاول محوله يمين. شيت 2 بدوس عليه بيجي لي شمال، يبقى انا احوله يمين اهو، اتحول يمين. شيت 3 مجرد ما بدوس عليه بيجي لي شمال، احوله يمين. شيت 4 مدرس مدرس عليه بيجي شمال، احوله برضه يمين. شيت 5 مدرس عليه بيجي لي شمال، بحوله يمين. كده اصبحوا الخمسه هم في اليمين. لو دوست على اي شيت فيهم، ده شيت 1، شيت 2، شيت 3، شيت 4، شيت 5. حاجه على الشيت الاولاني، الشيت الاولاني ده انا عايزه للصفحه الرئيسيه، يبقى هغير اسمه. بغير اسمه ازاي؟ بقف على الشيت وبعمل كليك يمين، بيطلع لي قائمه مختصره بلاقي فيها كلمه رينيم. رينيم يعني تعديل الاسم او عيد الاسم. هدوس على رينيم هلاقي الشيت نفسها اتظللت، اكتب عليها انا عايز اكتب عليها ايه، عايز اكتب عليها الصفحه الرئيسيه، احول الكتاب عربي واكتب عليها الصفحه الرئيسيه اهي. يبقى كده اصبح اول شيت للصفحه الرئيسيه. الشيت التاني مجرد ما ادوس عليه فتح لي الشيت التاني فاضي. طب انا عايز اعمل الشيت التاني، عايز اعمله للموردين، يبقى نفس الكلام، اقف عليه كليك يمين واروح اعمل رينيم واكتب عليه كلمه الموردين. طب انا عايز الشيت التالت، اقف عليه واعمل كليك يمين واعمل رينيم واسميه العملاء.
طب انا عايز الرابع، عايز اعمله لمندوب المبيعات، يبقى اقف عليه كليك يمين واعمل رينيم واكتب عليه كلمة مندوبي المبيعات. اخر صفحة هخليها للاصناف، بقف عليها واعمل كليك يمين رينيم وبكتب عليها كلمة الاصناف. يبقى انا كده سميتهم بالعربي اهو. طيب نمسك اول حاجة الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية انا عايز اعمل عليها كلمة الشركة العربية، بس عايز اعملها بصيغة الوورد ارت. هعمل حاجة اسمها ادراج وورد ارت. ادراج وورد ارت دي معناها ان انا هروح لكلمة ادراج في قايمة انسيرت. انسيرت يعني ادراج. عايز اعمل وورد ارت. وورد ارت دي معناها كتابة بس بشكل. اروح على حرف الايه اهو، شايفين حرف الايه هنا بيطلع لي قايمة، بيطلع لي انسيرت وورد ارت. هدوس عليها واختار الطريقة اللي عايز اكتب بيها الوورد ارت ده. هختار مثلا الكلمة دي او الطريقة دي، ماشي. هيطلع لي بيقول لي يور تكست هير، يعني حط التكست النص بتاعك هنا. هقوم كاتب عليه بالعربي الشركة العربية. طيب انا عايز اغير منظرها من المنظر ده لمنظر تاني. بروح على الفورمات، بلاقي فيه تكست افكت، هدوس عليها على السهم الصغير اللي جنبها، بيطلع لي حاجة اسمها ترانسفورم. ترانسفورم ده الشكل بتاعي، اختار اي شكل يعجبني الاشكال دي كلها. انا هختار مثلا الشكل ده، عملت الشكل ده يبقى تلاقيت لي الشركة العربية بالشكل اللي انا اخترته. باخد الشكل ده وبقربه عني في الصفحة وبنقله في المكان ده، يبقى انا كده عملت خلاص الشركة العربية. عايز اكبرها بعلم عليها وبروح على الفونت واكبر من هنا الفونت بتاعي، كل ما ادوس عليها بيزود حيلي. تمام كده، تمام. نيجي بعد كده بقى، انت عايز تعمل ايه؟ هل احنا عايزين دي الصفحة الرئيسية، عايزين نخش منها على الموردين ونخش منها على العملاء وعلى مندوب المبيعات وعلى الأصناف وعلى الصفحة الرئيسية نفسها؟ يعني ايه؟ يعني الصفحة الرئيسية دي دخلني منها على كل الحاجات دي كلها. طيب انا عندي صفحة رئيسية وعندي موردين وعندي عملاء وعندي مندوب مبيعات وعندي أصناف، يعني عندي 5 حاجات. يبقى انا هضيف زراير، هضيف ازرار هنا اخش منها بحيث ادوس على الزر ده يدخلني على الموردين، ادوس على زر العملاء يدخلني على العملاء. طب انا اعمل الحكايه دي ازاي؟ هنمشيها مع بعض واحده واحده. اول حاجه هروح لقائمه انسيرت، هناخد من الانسيرت، شايفين الرسمه بتاعت الاشكال دي اللي هي شيبس، اشكال اختار منها، وانا بدوس عليها بيديني اشكال كتير او ممكن اعملها للزرار بتاعتي. فانا هختار مثلا شكل الزرار بتاعي يكون مثلا بالمنظر ده، فانا هدوس عليه واجي هنا واعمل شكل الزرار بتاعي اهو. ادي شكل الزرار الاولاني. الزرار اهو انا عايز منه 5 زراير، مصافحة رئيسية، موردين، عملاء، مندوبي مبيعات، اصناف. يبقى هنسخ منه 5، يبقى ده الاولاني، هعمل كوبي واقوم دايس بيست. ده التاني، التالت، الرابع، الخامس. طيب ننسقهم بقى، هعمل ايه؟ هخلي الاولاني عندي موردين ده هجيبه كده، وهخلي واحد فوق في النص هنا اهو، واخلي ده قصاده، ماشي اهو، واجيب التانيين تحتهم في المكان ده اهو. يبقى انا كده نسقت ال5 زرار بتوعي. تعالوا بقى نكتب الزرار دي، كل زرار هيخص بايه. الزرار الاولاني هخليه للصفحه الرئيسيه بحيث لما ادوسه يخليني في الصفحه الرئيسيه. هقوم واقف عليه واعمل كليك يمين، هلاقي فيه ايديت تكست، يعني ضيف لي نص. هضيف النص، هكتب عليه الصفحه الرئيسية. تمام، عايز اكبرها، بقف على النص نفسه وبروح لقائمة هوم واكبر الخط بتاعي الصفحة الرئيسية. طب انا عايز اغير الخط دوت مثلا، واخلي الخط دوت مثلا لون احمر، هدوس على اللون الاحمر يطلع لي لون احمر. طب انا عايز اسود، هدوس على الاسود يطلع لي اسود. اتفقنا على كده؟ تمام. ده بالنسبة لي اول شيب سواء عملته اول منظر عملته. هروح بعد كده ايه التاني؟ قال لي التاني احنا عايزين نخليه للموردين، يبقى نفس الكلام، اقف عليه واعمل كليك يمين واعمل ايديت تكست واكتب كلمة الموردين. بعد ما اكتب كلمة الموردين عايز اكبرها، يبقى اقف على الشكل الاول واروح للفونت في قائمة هوم او تبويب هوم واكبر كلمة الموردين اهي. تمام، ده بالنسبة لي انا كبرتها واخليها في النص. الصفحة الرئيسية ممكن اقف كده واخلي الصفحة الرئيسية كلمة صفحة في النص. بعد الموردين انا عايز كلمة الموردين دي بدل ما هي بالابيض عايزها بالرسم باللون الاحمر، يبقى هخليها لون احمر اهي. طيب بعد موردين انا عايز كلمه العملاء، يبقى اقف عليها واعمل ايديت تكست واكتب كلمه العملاء. اكبرها، نقف عليها الاول نرجع لها ونكبر من الفونت 11 اهو، نكبر زي ما احنا عايزين لغايه لما الاقي الخط واضح بالنسبه لي.
عايز اخليها لون مثلا لون ازرق، يبقى اروح عليها واخليها لون ازرق. طب انا عايز اغير التعبئه بتاعتها دي، بدل ما هي اللون ده هنغيرها دلوقتي مع بعض. طيب عايز اخليها اسود، يبقى اخليها باللون الاسود. تمام. بعد كده الزر اللي بعده قال لي خليه مندوب المبيعات، يبقى اقف عليه واعمل ايديت تكست واكتب عليه كلمه مندوبي المبيعات، واقوم جاي مكبر الخط بتاعي شويه عشان يبان انا بتكلم في ايه، او الزر ده بتاع ايه. تمام. واوسطها في النص، نفس الطريقه مع العملاء، هوسط النص كلمه عملاء في النص. اخر زر عندي انا خليه الاصناف، بعمله ايديت تكست وبكتب عليه كلمه الاصناف، واروح اكبر كلمه الاصناف دي. تمام اهي، واخليها في النص. انا كده عملتها خلاص. انا عايز بقى كلمه الموردين دي لما ادوس عليها تدخلني على صفحه الموردين ديت. طب مش دي صفحه الموردين اهي، تحت باينه اهي، هي الوحيده المضيئه والباقي كله هو متظلل. يبقى هي دي انا شغال في دي. هكتب عليها هنا كلمه الموردين عشان لما يدخلني على الصفحه اعرف فعلا ان انا دخلت على صفحه الموردين. الكلمه هي كتبتها، الكلمه دي هكبرها، فانا بعمل لها ميرج، يعني بعمل لها ايه، واكبر الخط بتاعها زي ما انا عايز. هقف على كلمه الموردين، واقف على كلمه الموردين اهي، واقوم رايح مكبر الفونت بتاعها، الخط بتاعها، خليها ايه زي ما انا عايز اهي. تمام. طيب بعد كده العملاء عايز اعمل نفس الحكايه، يبقى برضو هختار لها مساحه كده اكتب فيها كلمه عملاء، واعمل لها مارج، واقوم كاتب فيها كلمه العملاء عشان بس لما اخش على الصفحه ابقى عارف ان انا دخلت فعلا على صفحه العملاء، ما دخلتش على صفحه تانيه. وكبرت كلمه العملاء اهي، هروح على بعدها هعملها المندوبي المبيعات، هعمل لها مساحه كده، واعمل لها مارج، واكتب فيها كلمه مندوبي المبيعات، واقوم رايح خارج بره الاول وارجع لها تاني اكبرها اهي، مندوب المبيعات اهي كبرت قدامي. تمام كده. هاجي بعد كده عايز دي اخليها للاصناف، يبقى اختار لها المساحه دي كده مثلا، واكتب فيها كلمه الاصناف، واقوم خارج بره الاول وارجع لها تاني عشان اكبر الخط زي ما انا عايز. اديني كبرت كلمه الاصناف. انا عايز بقى من الصفحه الرئيسيه لما ادوس على الموردين دي تدخلني على الموردين دي، لما ادوس على كلمه عملاء تدخلني على العملاء، مندوبي دخلنا على مندوبي، اصناف دخلنا على اصناف. تعالوا الاول نغير المنظر بتاعنا دوت، بدل ما هم شكل واحد نعمل لهم الوان. الصفحه الرئيسيه دي انا عايز اعمل لها لون. الصفحه الرئيسيه اهي، ممكن اختار لون ازاي؟ هلاقي في عندي تاب كلر، مجرد ما بقف عليها بالماوس بيديني الوان كتير اهي. انا خليها مثلا لون الاخضر ده، خليتها اخضر اهي. لو رحت في مكان تاني ظهر اللون الاخضر بتاعها اهي، يبقى اللون الاخضر في الصفحه الرئيسيه. هعمل نفس اللي انا عملته ده على التطبيق بتاعي ده. التطبيق بتاعي دوت هملاه، هملاه ازاي؟ اهو شيب فونت شيب فورمات، اغير الفورمات من هنا من التلوين بتاعي، وممكن ما اعملش من هنا واروح على الفيل ده اللي هو المالي ده واخليه بنفس اللون الاخضر ده. يبقى اللون الاخضر اهو قدامي بتاع الصفحه الرئيسيه هو الصفحه الرئيسيه. طب الموردين دول انا عايز الموردين بلون تاني، ماشي. هقف على الاول هنا اهوت، واروح على الموردين، واروح على تاب كلر، واخليها مثلا لون احمر اهي. يبقى لما اسيبها بقى لون احمر اهي. طب انا عايز ارجع للموردين نفسهم واخليهم لونهم احمر، يبقى زر الموردين في الصفحه الرئيسيه ده هخليه لون ايه؟ لون احمر. هروح له هنا اغير الخط بتاعه الاول، اخليه اسود، بعد كده اخليه اللون ايه؟ اللون الاحمر اهو. اهو لون الاحمر. يبقى كده اصبح اللون اللي عندي هو نفس اللون اللي موجود عندي في الورقه بتاعتي. العملاء انا عايز اغير لونهم، هروح تاب كولر واخليهم مثلا اللون بتاعي اللي هو اللون الازرق، يبقى اخليهم ازرق. طب ستهم هرجع لهم الاقيهم ازرق. طب انا عايز اخلي نفس البتاع في الزر بتاعي العملاء اهي، اخلي الكتابه مثلا بالاحمر، واخلي اللون بتاعها بالازرق، اروح هنا واخلي اللون بتاعها هو اللون الازرق. ماشي. هروح بكلم مندوب المبيعات، عايز اغير لونهم، هخليهم مثلا اللون الرصاصي اللي هو ده. تمام. لما اسيبهم بيبقى لونهم رصاصي. طب انا عايز في الصفحه نفس اللون، يبقى مندوب المبيعات اخلي الخط بقى بتاعهم مثلا ابيض، واخلي اللون بتاع هنا اهوت هو لون ايه؟ الرصاصي، نفسه اللي اخترته. الاصناف عايز اخليها لون تاني، هروح تاب كلر واخلي مثلا الاصناف لونها لون الازرق ده، هخليها لون ازرق بقى لون اخضر، اي لون يعجبني. انا مثلا هخليها اللون الازرق اللي هو اللبني ده، هيبقى لونها لبني. طب انا عايز صفحه نفس اللون، لو رحت لونها اهو هختاره من الصفحه الرئيسيه، هروح عندي هنا واروح املاها من اللون اللبني اللي اتفقنا عليه. يبقى انا كده ربطت الموردين اهي حمراء، والعملاء اهي زرقاء،
ومندوبي رصاصي والاصناف ازرق والصفحه الرئيسيه الصفحه الخضراء. عايز بقى اعمل بقى ربط بحيث اما ادوس على الموردين يجيب لي موردين هنا، يجيب لي صفحه موردين، او عملاء يجيب لي صفحه عملاء. اعمل ايه؟ هو ده بقى الهايبر لينك. بروح على الزر اللي انا عايزه اهو وادوس عليه كليك يمين، بيطلع لي منه حاجه اسمها صفحه، او بيطلع لي منه حاجه اسمها قائمه مختصره، بلاقي فيها كلمه هايبر لينك اهي، بدوس على هايبر لينك بيطلع لي قائمه اهي في الهايبر لينك. اول حاجه اعملها اروح على كلمه في القائمه اللي على الشمال اللي اسمها لينك تو، يعني هتربطه بايه، هروح بليس ان ذيس دوكيومنت اهي، دوست عليها هيطلع لي ايه، سيلكت بقى هنا. انا بتكلم هنا في مين؟ انا بتكلم في الموردين، عايز اربطها بصفحه الموردين، فهنا بيقول لي تربطها بمين، اقول له اربطها بالموردين، اقوم معلم على كلمه موردين واقول له اوكي، كده الموردين دي اتربطت بدي. طب خرجت بره اهي، مجرد ما باجي عندها بقت كف ايد اهي، ما بقتش زي الماوس العادي كف ايد، لو دوست عليها هيدخلني على الموردين اهي. يبقى انا تاني اعملها مع العملاء، هقف عليها واعمل كليك يمين قائمه مختصره، هلاقي فيها كلمه هايبر لينك، فيها علامه زي السلسله دي، معناها ان انا بربطهم ببعض. هدوس على هايبر لينك، هختار بليس او بليس ان ذيس دوكيومنت، يعني خليك في نفس المكان ده بتاع المستند. هتربط بايه؟ هرجع تاني افكر نفسي انا عايز اربط العملاء بالعملاء، يبقى العملاء دي هربطها بصفحه العملاء، يبقى اروح في الصفحه اللي عندها كلمه عملاء واعلم عليها وادوس له اوكي. ولو عملت كده اخرج بره، لو دوست عملاء، بص مجرد ما عملت هايبر لينك، مجرد ما باجي على الزر اتحولت لشكل ايد اهي لو شايفينها، مجرد ما بدوس عليها بيدخلني على عملاء اهي. طب تعال نمسك مندوب المبيعات، هعمل هايبر لينك، هروح على مندوب المبيعات واعمل اوكي، هروح للاصناف هعمل هايبر لينك كليك يمين هايبر لينك وادوس على كلمه اصناف واعمل اوكي. كده لو انا جيت عملت بص كل زر من دول خلاص بقى عندي دلوقتي رمز الكف اهو، تمام كده. همشي واحده واحده، الموردين لو دوست على الموردين هيجيب لي الموردين اهم. طب اروح للصفحه الرئيسيه تاني، لو دوست على العملاء هيجيب لي عملاء اهم. طب تاني مندوبي المبيعات لو دوست هيجيب لي المندوبين اهم. طب تاني لو دوست اصناف، لو دوست هيجيب لي الاصناف اهي. طب انا عايز بقى مثلا رحت عند الموردين عايز ارجع للصفحه الرئيسيه، يبقى هعمل هنا زر للصفحه الرئيسيه، يبقى هاجي اروح على قائمه انسيرت وهروح من الشيب للاشكال واخد الزر اللي مثلا ده واعمله هنا اهوت مثلا كده، واكتب عليه مثلا هقوم ضايف له نص واكتب له عليه الصفحه الرئيسيه، يبقى اعمل له ايه؟ هات تكست واكتب عليه كلمه الصفحه الرئيسيه اهي، واروح اخرج بره وارجع لها تاني واكبر الخط بتاعها من هوم، اكبر الخط بتاع الصفحه الرئيسيه اهو واخليه في النص واخليه مثلا لون اسود اهو، تمام. هاجي بعد كده انا عايز اخلي الموردين دي لما اكون فيها ارجع منها الصفحه الرئيسيه، هعمل نفس الحكايه، هقف عليها بين اعمل كليك يمين واروح لهايبر لينك واقول له هربطها مين بالصفحه الرئيسيه واقول له اوكي. لو انا جينا غلطت بلست عليها هيرجعني الصفحه الرئيسيه تاني. شفتوا بنعمل ايه؟ هو ده بالنسبه لنا واجهه تطبيق البرنامج اللي احنا عملناه. يبقى انا الواجهه اهي، موردين دخلنا على الموردين، رجعت منها الصفحه الرئيسيه تاني، العملاء دخلنا على العملاء، ولو عايز ارجع على الصفحه الرئيسيه هرجع برده تاني بنفس اللي احنا عملناه مع الموردين والمندوبين والاصناف. لو عايز تربط اي حاجه روح عندها واعملها ربط باللي بعدها. ده بالنسبه لي هي واجهه التطبيق. ادي طب احنا عايزين بعد كده نعمل منها او نصورها ونحطها في البحث بتاعنا، خد لها سكرين شوت بنفس المنظر اللي احنا عملناه ده واطبعها ووصها وحطها في البحث بتاعك. وكده انتهى بالنسبة لنا حتة البحث اللي احنا عملناه، وأراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم معلمكم هشام حسن، قناة اتعلم وافهم للتعليم التجاري، وبالنجاح إن شاء الله.